ومن الزمالك إلى النادي الأهلي كان نمشي بالعدالة والقسطاس المستقيم. فشل الأهلي في صفقة محمد علي بن رمضان وعشم جماهيره، وكانت الحملة شرسة على السوشيال ميديا. وفي هذه المواجهة نتحدث بكل شفافية، مشينا بمعلومات سليمة 90% منها، وجاءنا في النهاية أن الأهلي صرف نظر، الأهلي انسحب رواية من النادي الأهلي، مغالاة فرانك فروشي مع موافقة محمد علي بن رمضان تؤكد أن الأهلي لم يكن ينتظر موافقة من محمد علي بن رمضان، والخلاف كان مع الزيادات المستمرة لفرانك فروشي. طيب محمد علي بن رمضان في متابعتنا وانفراد النهاردة وصل المجر، فأغلق الستار تماما، عشان تعرفوا إن إحنا بتوع معلومات. وصل المجر، يمكن ده احد الاداريين، ولا قدامكم محمد علي بن رمضان اللي بعده على طول، محمد اهو مباراه محمد علي بن رمضان الاولى مع المجر، مع النادي المجري قدامك يا فندم. اول مباراه بعد عودة محمد علي بن رمضان من معسكر تونس. إذن اليوم محمد علي بن رمضان تواجد في المجر فأغلق الستار تماما. كمان عندي فيديو النهاردة لو جاهد برضه، كان قبل ما اخد الآراء، عندي فيديو مهم جدا، محمد علي بن رمضان ولاعبي فرانك فروشي تواجدوا في تقديم برفان جديد باسم النادي. النادي ركب على الشو اللي عمله جماهير الأهلي، هم كاتبين كده. هو موجود معاه، هم ركبوا على الموضوع، تخيل انت، وراحوا مطلعين برفان جديد، واخد بالك؟ وكان محمد بن رمضان موجود وفيديو، بس بيقولوا لي على حقوق يعمل لنا مشاكل لانه جاي من الصفحه الرسميه النادي فرانك فروشي. اخش على الصفحه هتلاقي برفان جديد بيقول لك النادي اصبح ذا شهره كبيره في المنطقه العربيه. فشوف الناس بثانيه طلعوا برفان باسم النادي. مشوقين يا عبد الناصر. طيب فشل الاهلي في صفقه محمد علي بن رمضان؟ لا انا اسف، لم يفشل الاهلي، لن يتورط يا عبد الناصر في فكره، حتى لو رجال اعمال وانت راجل عشت النادي الاهلي من بدري ومنتصر مش بعيد، يعني الاخبار كانت دايما غير كده، كانت دايما الناس زملاء كلهم بيتداولوا الاخبار دي، كانت مدرساتها يعني. كله بيتداول، بس في نظر الجماهير انه فشل يا اخي. لكن انا بقول لك الاهلي لن يتورط، حتى لو رجل اعمال قال له خد الثلاثة مليون او الالفين واثنين مليون ستمائة الاخيرة اللي كان المفروض يدفع مليون ستمائة وبعدين مليون بس خلال ست شهور، ومع مليون دولار شرط جزائي لو اتأخرت يوم مش شهر ولا اسبوع، الاهلي لن يغامر بانه ما يقدرش يدفع فلوس فيجي عليه انذار من الفيفا، فيجي عليه مش عارف حتى حفظ حقوق زي اندية اخرى. وبالتالي لما جاله الجواب بتاع انه اغلقنا الصفقة فنيا واداريا، لا رد ولا قال لهم خلاص شكرا ولا اهلا ولا مرحبا. الاهلي بيقول لك انا بعلن عن الصفقه ولكن لا ارد ولا اتحدث في المفاوضات. فشل الاهلي في المفاوضات مع محمد انه ياتي ملك المفاوضات. في النهايه الجمهور بيقول انه دي صفقه خالد الجوادي ولع الدنيا لما قال فكر كوبا كولر كله مع الخطيب كان مبني على دي. فشل الاهلي في انه ياتي بها. لا كانت اهم صفقه عند كولر، كانت صفقه جماهيريه مطلوبه وصفقه فنيه لمارسيل كولر مطلوبه، واداره النادي الاهلي كانت بتبحث. الفارق ما بين اداره النادي الاهلي واي اداره تانية انه بيمشي خطوات التفاوض، عشان نبقى منصفين وبنتكلم بحدد، بيمشي خطوات التفاوض الى اخر مرحله، وانس انه بيلاقي انها مش بتناسبه بينسحب منها في ولا بيعلن عن اي مرحله من المفاوضات. وطول التفاوض بتبقى مجرد تسريبات او اجتهادات من الزملاء الصحفيين والاعلاميين او رغبات على صفحات السوشيال ميديا، انما عشان يطلع مسؤول رسمي يقول احنا فوضنا علي بن رمضان، محمد علي بن رمضان. ماشي، طب ما انتوا يا جماعه كاعلام دلوقتي طالعين الدنيا ومولعين الدنيا على الزمالك ان ما جابش ارون، ومحدش بيتكلم في صفقه محليه بنفس الشهره واكثر. نفس الشهره دي كانت صفقه مطلوبه هنا وهنا، بس ما فيش مسؤول من النادي الاهلي طلع قبل بطاقه ده الفرق يعني. محمد علي بن رمضان طبعا، وما فيش مسؤول طلع قال ان هنقاضي اللاعب، هنقاضي محمد علي بن رمضان اصلي والده وافق لينا او لا، ما حصلش الكلام ده. كانت صفقه مطلوبه، النادي الاهلي وفقا لاحتياجاته الماليه او قدراته الماليه بعد ما جاب يحيى عطيه الله وجاب اشرف داري وعنده مستحقات الخواجه والطاقم بتاعه وعنده مستحقات علي معلول وغير كل الاجانب اللي عنده، شايف انه مش هيقدر يدفع 3 مليون دولار للنادي المجري اللي كل شويه بيزود، وراتب محمد علي بن رمضان عايز مليون ونص، فده فوق سقف اللاعبين او سقف الرواتب في النادي الاهلي. فبالتالي اغلق
يعني صفحه صفقه كانت بالنسبه له مهمه جدا، وارتقى انه يحافظ على قوام الفريق. وانا بقول للعصام اللي احتاجه البيت يحرم على الجامع قبل ما تلهس وراء لاعب. أيوة. عشان تديله ملايين اللي عشان ترضي السوشيال ميديا من باب اولى ترضي لاعبيك اللي موجودين وتديهم مستحقاتهم وتهندل غرفه خلق الملابس عشان تاني اعلن انه صرف كل المستحقات. هيك بقى لان انت عارف وانا عارف وعبد الناصر عارف اهو في اجيالنا دي انه لعيبه الكره لما بيلاقوا حاجه كده يقول لك ايه طب خلى ابو 100 يلعب، ابو خلى ابو 70 يلعب. صحيح. صحيح. حتى مش لو ما اعلنهاش. هو طبعا. اللي خلى عبد الله السعيد مشي من النادي الاهلي ايه؟ صرف الفلوس. صلاح محسن. لما صلاح محسن جيب 42 مليون جنيه وبياخد رقم من غير ما يقول للاداره ومن غير ما يزعل مني، قال له لا يا ابني الفلوس دي مش هندفعها، ما كان المفروض قال له شوف مصلحته. قال له طب جبته ليه يا صلاح محسن؟ ما حدش يزعل مني معلش يعني. لما السيد تركي آل الشيخ حب يقدم الهديه ويعيد اللاعب ثاني يوم الصبح، ورغم ان ده كان يبقى مشروع رائع تركي الشيخ والاهلي، قالوا له يلا يا ابني من هنا، ما انا اسف ولا ده ما حصلش على لا بس هو السعيد. طبعا لم يلتزموا بكلمته مع المتشدد بس كانت هنا. هي دي كانت يعني عفوا سقطه من سقطه من الكابتن محمود الخطيب. ليه سقطه؟ وانا انا بتكلم منتهى الحياديه. هم راوها الاهلاويه ميزه. الاهلاويه ماشي هو ميزة. لا هو انا بالنسبه لي سقطه. انا بقول سقطه لان المستشار تركي الشيخ لم يتحرك. الموضوع مش المستشار ويعيد يا استاذ عشان بس احنا بنتكلم صحافه. والله بنتكلم صحافه. لا مش صحافه. لا صحافه نقول لحضرتك بس على اهداف نادي اسمها كريم قال المستشار المدرجات لا تحكم المؤسسات. المستشار تركي آل الشيخ. المستشار تركي آل الشيخ في جملة ده ولا برضه احنا بندافع عنه. هو عاد موضوع كبير. هو اقدر ان يدافع عنه. انا لا دافع. انا بتحدث عن وقائع اشتهر المستشار تركي الشيخ لم يتحرك لاعاده عبد الله السعيد الا بموافقه مباركه مجلس اداره النادي الاهلي. بعد كده السوشيال ميديا كانت هديه منه. استبقني طلب الاهلي مني. ايوه انا بقول لك لم يتحرك لاعاده عبد الله السعيد وما كان احد. لكن اللاعب يا استاذ عصام يا استاذ عبد الناصر صلاح محسن يا عمي ولا ولا ولم يكن هناك احد غير المستشار تركي آل الشيخ قادر على اعاده عبد الله السعيد بعد توقيع له الزمالك. حصل حصل وانا قلت لك لا ما هو الاستاذ عصام بيقول لك لا انت ايوه بس قال له يلا بره. قالوا له يلا بره عبد الله السعيد ده عبد الله. ايوه ايوه عبد الله المستشار ترك كان اتفاق. انا قلت ليه السقطه؟ قلت ليه السقطه؟ لانه جماهير الاهلي زامت على عبد الله بعد ما رجع. لو سمحت فمجلس الكابتن محمود الخطيب استجاب للجمهور. يا فندم لا استرد تاني وعيه انه ما كانش حد ينفع. هو كان مغيب يعني واسترد وعيه وهو بيجيبه ده يوم الدليل يا استاذ عبد الله. لو هنتكلم عن السيد تركي الشيخ انا بتكلم على مجلس عارف كان ناقصه ايه؟ كان ناقصه ان حد كمان يقرأ على الراجل حقوقه. يعني ايه رئيس فخري بناء على الاجواء في في المملكه والاجواء هنا؟ وكمان كان عندهم بطء جامد. كان عندنا قوانين ولوائح يا عم غير كده. هناك الرئيس الفخري هو مجلس الاداره حتى بيسموه كده. الرئيس الفخري هو الذي يحكم. هنا كان لازم يقولوا له بس بعدين لك يا استاذ عصام هنا للتاريخ عبد الله السعيد لما جه هم اللي كلموا المستشار تركي آل الشيخ. أيوة. من باب الاسقاط. لا اكمل الثانيه مش دي انت قلت دي الثانيه انه كان هناك اتفاق ان يستمر عرضه للبيع. كان مفاجاه للرجل. مفاجاه لان المجلس لما اجتمع وهو ده القرار الجماعي يا جماعه كان عليهم بقى انهم يختاروا الراجل انه ده قرار مجلس مش هنقدر. بس كان من الاول كان اتقال له من الاول كان اتقال له صافي الصبح هنجيب عبد الله ونمشيه. مش بنناقش مش هقول له هات الواد والراجل يروح يقول للواد انت في رقبتي وكفلتي ورجعوا الاهلي ويجي تاني يوم الجمهور يقول عبد الله لا فالمجلس يرجع. انا بناقش مجلس تحمل كل اللي حصل. انا بهاجم والله مجلس الاهلي يا استاذ يا سيدي ما تهاجمه. انا بذكر حاجه للتاريخ يا سيدي ما تهاجمه وانت قول رايك في التاريخ. لا لو استحق الهجوم هاجمه بس انا لا اهاجمه بالعكس. انا شايف انه استجاب لجمهوره. مجلس اداره انا بحترمه. يعني ايه عبد الله السعيد ده ولا 100 عبد الله السعيد يتنطط على الاهلي وما يرجعش؟ طب وما سابوش ليه راح الزمالك زي ما ساب حسام حسن وابراهيم واحسان ياسر المحمدي؟ انت تقول كده لما ساب حسام وابراهيم اشمعنى ده اللي ترجعه ونمشيه؟ ترجعه على النية كانت من الاول استاذ عصام انه عبد الله هيستمر والراجل تحرك المستشار تركي آل الشيخ. طب مشوه ليه بقى؟ مشوه ليه؟ مشوه عشان الجمهور زام. عشان زي ما قال الجمهور لا لا على امام عاشور مش عايزينه. لا 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 بالعكس تمشوه يا فندم عكس رغبه الجمهور. عكس رغبه الجمهور. الجمهور يا باشا سقف للمستشار تركي الجمهور انه رجع عبد الله. ايوه انه رجع يعني هم ايوه اللي خدوا منك عشان خدوا منك انت كزمالك. تمام. والجمهور اثنى عليك ورجع وحضر. أيوة يعني وحضر حسام البدري وبكى على صدره. بس هو عشان الجمهور سقف المستشار تركي الشيخ؟ لا مش بس. لا لا خالص. هو قال لك ما احنا ماشيين المجلس اجتمعوا قالوا له يا كابتن احنا اول مره لاعب يعمل مع النادي الاهلي كده. حسام حسن بجلاله قدره تم الاستغناء عنه. ما حدش قال له هتروح الزمالك ولا لا.
رضا بقال مع السلامه. طب ما هو عبد الله قال له كده، مجدي طلبه غصب عنه، عبد الله قال له كده، قال عايز اجدد بمبلغ ثابت البطل مات الله يرحمه، لكن مجدي طلبه لم يطلب شيء، والكابتن ثابت قال لي صالح سليم وعلى مسؤوليتي، ده بيقول لي اخد كام، وبقول له بهزار، قال له لا مش عايزين. بعيد عن الاغراق في التاريخ يا استاذ عصام، بعيد عن الاغراق في التاريخ، هو الواقع انه عبد الله السعيد سال الكابتن سال عبد الحفيظ عشان ما نظلموش. العكس كلامك، قال لك مفيش لاعب عنده وفاء ولا مضنه على بياض. مين قال وفاء يا عم؟ وقال وانا بقول لك مفيش حد محسن صالح قال كده، وانا بقول لك اللعيبه بتمضي على بياض، انا مع الكابتن محسن. هو قال لك بيشربوا عارف يعني ايه؟ وبيشرط طبعا في الاجيال دي. محمد قال لي كده، قال لي قول لهم مضنه على بياض. لا اللي بيمضي ده زي قفشه ولا غيره مش على بياض، لما بيقولوا له الارقام بيمضي ويمشي وعارف ان الارقام هتتحط صح، ما حدش هيغفله. مش على بياض ما يعرفش كام ليه، هو عبيط بس للتاريخ يا استاذ. اللي بيعرف يعد الفلوس مش عبيط. بعد اذنك، لا 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 يملك الا التاريخ. عبد الله السعيد والحاضر، عبد الله السعيد كان افضل لعيب في مصر من تاريخه يا استاذ عصام. عبد الله السعيد كان افضل لعيب في مصر وكان يا عم انا مالي رقم مش افضل من اقول لحضرتك التاريخ يا بمن حضر قال الكابتن عصام هو التاريخ ما اعرفش مشى بناء على المجلس عكس رغبه الكابتن الخطيب واتفاقه مع ترك وخضع الخطيب للمجلس. لأن طبعا لانه القرار جماعي، اذا كان صالح سليم كانت الناس كلها بتتكلم وهو يتكلم اخر واحد. ده مهم. سؤال سؤال في البوينت، الناس كانت فاكره ان صالح سليم بيخش المجلس ماسك عصايه. ماشي صالح سليم يا ابو ديد قال كده، قال كان اول واحد يديني الكلمه انا طبعا، كنت معارض. مفروض مفروض على المعارضه، بس هي دي للتاريخ مهمه. للتاريخ للتاريخ. هل مجلس اداره نادي الزمالك ما كانش يعني خد القرار ان يقول للكابتن الخطيب تحدث مع المستشار تركي آل الشيخ ماله مرجع عبد الله الزمالك؟ ماله بقول مجلس اداره الاهلي. ايوه انت قلت الزمالك دلوقتي. مجلس اداره النادي الاهلي لما طلب من المستشار تركي آل الشيخ، هل ما كانش مجلس وقتها واكتشف بعد ما رجعه ياخد قرار مجلس الإدارة. الخطيب مفوض، احنا كده بنزيف في التاريخ اقسم بالله. يا عم الخطيب مفوض، وعبد الله السعيد لم يخن الاهلي يا عم. عشان برضه مش هو لعيب في الزمالك، الخطيب ما خانش الاهلي، الراجل عقده خلص خلى اسمه مصر. قال لي انت بتكبر الكلام ليه؟ انا قلت خان، ما انت الكابتن بتقول لي عمل اللي ما عملوش حسام حسن وعمل ما عملوش ابراهيم. ما راحش للكابتن سيد حفيظ وقال له عايز فلوس ولا جه ال 20 مليون؟ قال له يعتبره امام عاشور خاين. يا عم ما انا اللي قلت لك ان سيد قال له الفلوس دي يا ابني. لا امام عاشور مش خاين، حد قال لك كده من زمان؟ قبل كده الزملكاويه كلهم بيقولوا كده. يا باشا من الزملكاويه كهربا خاين، يا باشا الكهربا خاين. كهربا خاين يا فندم، رد عليه كهربا خاين. بس امام عاشور مش خاين، وانا مش خايف من حد. بقول لك كلمه للتاريخ، امام عاشور لما رجع من ميتلاند الدنماركي اتمرن في نادي الزمالك وكان عايز يرجع نادي الزمالك، ونادي الزمالك ما عندوش قدره ماليه لعيبه يا استاذ عصام، باعوا 3 مليون دولار راح اتفسح في ميتلاند الدنماركي 6 شهور، راجع اشتروا لي تاني ب 3600، ده اهدار للملعب. لعيب كان بياخد 7 مليون جنيه راح اتفسح في الدنمارك، قال لك لا انا هاخد 17. لو المستشار مرتضى منصور رجعه، انا ماليش دعوه بالكلام اللي بيتقال للجمهور او اللي دغدغه مشاعر الجماهير، دي الحقيقه وده الواقع. انهي جماهير؟ جماهير الزمالك. ايوه انه امام خان وانه امام خزر. انا بقول لك التاريخ، برافو عليك، انا بقول لك للتاريخ. لا انت جبت لاعب شتم صالح سليم، قال لك كده. ايوه ده حقيقه. يعني شتم صالح سليم وانت قلت اقومه ومن اول ما دخلت قوم يا عم؟ اذا كان لو كان شتم الكابتن محمود الخطيب كان لعب في نادي الاهلي. ايه لو كان شتم الكابتن محمود الخطيب كان لعب في نادي الاهلي؟ لو شتم اي حد امام ولا اللي مات فات. اتفقنا بقى الاهلي فوق الجميع من ابنائه، عندي والاهلي فوق الجميع وما غلطش حدود انه كان شتم. طب ما احنا كنا هنربي بوبيزا وما عجبكش، ودلوقتي عامل برومو البومبيلزا رايح نادي اسمه رابيد بوخارست الروماني كانه رايح تشيلسي الانجليزي. انا اللي عامله، ما انت اللي عرضته يا بك. انا بعرض اللي عرضه النادي، لا اله الا الله، انا بعرض اللي عرضه النادي كذا. يقولوا لكن يقولوا وكلامي طلع صح، يقولوا للناس شرايط يقول لك ولا يهمنا، يقولوا للناس ضرب الناس في امريكا ولا يهمنا. حلو والله ناديه فورد يا بكاي على فكره. يا امام عاشور عمل كده وخدته، لحظه وكهرباء عمل كده وخدته يا فندم. الالفاظ اللي انا قلتها بعدين يا كهرباء كان في نادي ومشاه ببلاش. استاذ عصام لو سمحت، لو سمحت بس عادي اتغرم 2 مليون و100 الف. لحظه يا استاذ عصام لو تكرمت، الالفاظ اللي انا قلتها عن اللاعب قايلها نقلا من المواقع الامريكيه وليست خروج عن المسار الاعلامي. ده مقدم بيه للاتحاد الدولي عشان احذر الزمالك. يا عبد الناصر، يا عبد الناصر خيرك والله. وعلى فكره وانا كان راجل دغري اعترضت على صفقه امام عاشور وربطتها لما دخل في السيستم، سقفت له. يا عبد الناصر خلي بالك، خلي بالك الاتحاد الامريكي ولما غلط في المول حربته. يا ابني الاتحاد الامريكي لا دخل، يا ابني الاتحاد الامريكي رفع 15 واحد ورفع كل اسمع، الاتحاد الامريكي رفع كل الخطايا بناء على طلب النادي الامريكي موثقه، عشان هو كان ممكن يرجع ياخد 3 مليون ونص
دولار من النادي الامريكي اللي فسخ عقده ببلاش، ولاعيب ثمنه 5 مليون ونص يا جماعه. انا هاخده ب 350 مليون ببلاش عشان جمهور الزمالك ده جمهور. وخد المعلومه دي، انستجرام قفل له الصفحه 7 مرات يا ابني، سابه ببلاش في الاهلي يا عم. هو جايعك انت تقاوم ولا تجدد؟ بس احنا مالنا بيه، هو الحمد لله ده جمهور الزمالك. نادي الزمالك فلوسه حلال، انه الواد ده ما جاش. استاذ عصام بعد اذنك، الكلام اللي بيقوله منتصر، تعالى هنا، ملف احباط الاهلاويه من الصفقات ردك رغم كل ما انجز. بعد اذنك انا بقول لك يا عم، الاهلي بص الاهلي غلب الزمالك بفريق الاحلام، وغلب الزمالك بفريق كله تمام، وغلب الزمالك 15 500 مره. طب الزمالك ياما فاز على الاهلي يا وماله، ويا خد منه كوس بطولات. يا عم ما تعد، عد لا العدد في الليمون برضه خلاص الاهلي بتاع. وبعدين انا بقول لحضرتك تاني، نادي الزمالك والله عنده مشكله رهيبه يا استاذ عصام. يا عم الله يحفظك، انا اقول لك مش بعيد عن لا قبل ما اروح للزمالك لو سمحت بس عشان السكريبت بس لو تكرر. ما عليك يا فندم، النادي الاهلي عنده حاجه يا فندم. يقولون الاهلويه لو سمحت، خليني ابقى لو سمحت، يقولون الاهلويه هل ياسين منصور اصبح مطلب جماهيري من الاهلويه بعد تعالي نغمه البخل وعدم الصرف على الصفقات وتجاهل الكثير من طلبات كولر؟ كل دي تجديدات. بيبو علق على عشان ملايين الاهلاويه، دي الصفقات والصفقات التي انتظرت محمد علي بن رمضان، وصفقه المهاجم في بلس 90 امس قبل السوبر الافريقي امام الزمالك. وقيل لنا لا داعي للاستعجال. الاهلي اللي يعمل كده، الاهلي اللي يجيب لعيب لماتش. هترد على كله. الكابتن مصطفى يونس وصف ما حدث من بيبو بانه تعامل مع جماهير الاهلي بمنطقيه وجاب اللي عايزه النادي، ولكن عشمهم كان كبير ولا يوافق على هذا الانتقال. بعضهم يقولون في النادي الاهلي ما يحدث من مدير التعاقدات يحتاج تدخل مباشر، لان هناك كلام اتقال ثبت فشل محسن صالح بعد رحيله، وياما طلبت الجماهير برحيله. لو الاهلي خسر من الزمالك والعين هتبقى ازمه كبيره لمجلس محمود الخطيب. الاهلي كان خسر من الهلال والاتحاد يا ابني اللي قد العين. انا بقول لك اللي اتقال رد على العين، ما تقلقش على الحاجب الاهلي فوق. بس عادي ده متوقع يعني، نخسر من الزمالك ومن العين الاماراتي ناديين كبيرين. بس لا يعيب، لا يعيب من الزمالك، لا يعيب يا استاذ عصام. خليني اقول لك حاجه، لا يعيب من الزمالك مش صح، ده ديربي اي واحد فيهم يفوز. والعين برضه، والعين الاماراتي نادي كبير. انا مش على الحاجب لا، في واحد انا هدافع عن كابتن خطيب في استوديو قالوا له الاهلي يغلب الهلال، قال لهم انتوا بتهرجوا ونسي انه غلب 4 مش الشعارات. الاهلي غلب كل الاجيال يا عم. الاهلي هيكسب ريال مدريد وليد الفراج قال ما اعرفش اهزر معاكوا. زيو الاهلي يكسب يا عم، سيبك من زيو كلام الجماهير ده. اسيبني ازاي؟ اللي انا عايز اقوله هو بيرد على كلام الجماهير. ما انا هرد على الجماهير يا بكى. الاهلي تاركاته يتناسب معها وقوي الى كان. الى ان طبعا الى ان يعمل ابجريد، لان الاهلي يا جماعه بيخطط. الاهلي عنده بيرسي كاو هيلعب ليه ازمه. الكابتن يا عم اكمل، ينفع يمشيه يا عم؟ ينفع يمشيه يفضي مكان، وعنده علي معلول قد يلعب لاعب منتصف ملعب لمن لا يعرف. علي لما يرجع بالصليبي بس يا عم. يا عم اما يرجع ان شاء الله اتفق مع الخطيب على يناير، ما خلاص بيرجع او يفضل بره وهياخد حقه، لانه ادى الاهلي 8 سنين وده حاجه احترافيه محترمه. لا هو الاهلي ساعتها هيعمل ابجريد، لان لسه الانتر كونتيننتال ما جاش، لسه كاس العالم اللي الاهلي رايح جاي عليها، ولسه السوبر الافريقي ما تحددش حتى الان. بيقول لك الزمالك صعبان عليه. انت مالك انت؟ انت زملكاوي عايز الاهلي يتغلب. انا بقول يا عم انت هتقول الكلام ده. هو اللي بيقول لك الصفقات كانت تتناسب مع ده مجرم ده والله. هيقول لك الاهلي مستهدف 40 مليون، بيقول لك الخطيب بخل بسته. انا اللي قلته ولا جمهور الاهلي؟ انا بقول لك اللي بيقوله الجمهور. انا بقول لو الاهلي اتغلب هو انت عايزني اجيب لك جمهور الزمالك يقول لك انا ضد الزمالك وقلت لك جمهور الاهلي؟ انا يا استاذ عصام في صفقه محمد علي بن رمضان والمهاجم ما سمعتنيش يا استاذ عبد الناصر. انا بقول لو الاهلي اتغلب من الزمالك او العين لا يعيب مجلس الكابتن محمود الخطيب. لا مصيبه، لا مفر، مصيبه، لا مصيبه، لا يعيب ايه؟ لا يا باكا هو انتوا عايزين الراجل لو ما كسبش تمشوه تجيب ياسين منصور؟ لا ياسين منصور عمره ما يجي في جمعيه عموميه منتصر في النادي. ايوه انا مش عارف على الناس، محمود طاهر الله يصبره لما مشي من النادي الاهلي كان قال اي حاجه كمعارضه، كان طاهر ابو زيد اللي لسه عامل حوار قال لك نحن في الاهلي نتحدث وهناك مجلس. وحي الخطيب على الصفقات. يا راجل محترم المهندس محمود طاهر. يا فندم انا بقول لك الجمهور زي ما قلت الزمالكاويه بيقولوا ايه؟ الجمهور يا ريس عن الجمهور. بص غير راضي، وفي حين السكواد لما يطلع على الهواء مرعب.
مرعب لمين؟ للكل. ما مهاجم غير وسام ابو علي. طب ما هو ده اللي كان السنه اللي فاتت. طردت احد كهربا. ما هو ده اللي كان السنه اللي فاتت. وتقعد طرد من غير طب ما من غير وسام. يا عم من غير وسام الاهلي غلب مين في السعوديه؟ يا عم انت من غير وسام الاهلي غلب مين في السعوديه 2-0؟ اسال امير توفيق. قول له هو. لا انت قول له بقى ترجم. عمل ايه عمل ايه؟ غلب مين في السعوديه 2-0 من غير وسام؟ بص بقى رجلك. لا بالفار. بالفار بتاع امام عاشور حضرتك. خلاص ما تروحوش تاني. يا عم شوف. لا روح هنكسب. لا ما تروح الزمالك ما بيخافش. حسين لبيب ما زعلش. الزمالك ما بيخافش. حسين لبيب ما زعلش. كابتن حسين ما بيزعلش. ما زعلش ليه؟ ما بيزعلش من الاهلي. ما اشتكاش ليه؟ ما اشتكاش ليه رسمي؟ ما زعلش. انا عارف. ما اشتكاش ليه رسمي؟ ازاي؟ لا لا انا عارف. دي حاجه فنيه. لو سمحت يا منتصر. ايوه كوره امام عاشور كانت اوف سايد. مين انت؟ عشان اوف سايد. انا اقف لجيل التاريخ. وصلنا الفندق ده للتاريخ. وصلت الفندق؟ وصلنا الفندق بعد الماتش. اول حد الكابتن حلمي بعد ما خلص هوا على الام بي سي وكان موجود معانا الكابتن جمال الغندور. يا بقى اسمع. ايوه حلمي مين؟ يا بقى اسمع. الكابتن حلمي زمورة. حلمي في اول حلقه الكابتن حلمي قران في فندق في الرياض. جينا من ملعب المباراه الاول برك. الكابتن حلمي قال يا جماعه انا قلت الهدف اوفسايد. انا اول حلقه اطلع اعتذر وطلع واعتذر وكل الزملكاويه طلعوا واعتذروا بما فيهم خالد الغندور. مين كل الزملكاويه؟ انت بتضلل الناس يا باشا. الهدف صحيح. انا بضلل مين؟ انا كنت قاعد انا والشناوي. بص انا كنت قاعد انا والشناوي في الكابينه. للتاريخ محمد الشناوي قال لي الكره رايحه فار وهدف. انت راجل يا عم. يعني الخط لما اترسم يا باشا الخط متزور. يا عم عبد الناصر متزور. امال انت عايز تقول ايه؟ انت مش راجل اعلامي. مش المفروض نادي الزمالك كان يقدم احتجاج ولا حاجه؟ ما قدمش ليه؟ الكابتن حلمي بس افتكر انه كان بيطلع في قناه الاهلي. لا الزمالك. لا وخالد الغندور. لا نادي الزمالك كان بيحلل. يا استاذ عبد الناصر نادي الزمالك لا حول ولا قوه. انا ما بخافش من حد. لماذا لم يتقدم باحتجاج يعني؟ عايز افهم يعني. هو احتج امتى الكابتن حسين؟ ده المره الوحيده اللي انسحب فيها رجع فيها. يبقى الاهلي شريك. طب ما الاهلي جامد. الاهلي شريك. شاري حسين مش جامد. الاهلي كده كده يا شباب. مش شاري حسين لبيب. الجماهير قالت عن الخطيب انه بخيل ودقت بيه ياسر منصور. مش صحيح. لا خليني اجيب لك دليل. تعالى قالوا ايه؟ وكولر زعلان ومأمور. ولا زعلان ازاي؟ وبيقول اللي بص ادي اخر صوره لكولر من ساعه. يا عم اللي زي كولر ده لو زعلان. ده واحد زعلان اهو. يا عم عبد الناصر اللي زي كولر ده لو زعلان يسيب 8 مليون دولار من اهل جده. بس الكلام الكبير ده اهو يا بيا ادي الزعلان اهو. انت كل حاجه الزعلان اهو. لازم تفكر الزعلان اهو. ماله انت وراح وراح جاب له صوره قديمه بيت لا ده من ساعتين. انت ايه من ساعتين في كينيا يا ابني؟ في كينيا. وايه في كينيا يعني؟ يا ابني هو مش زعلان. هو انت هيقعد لا انت هتشكك حتى في الاعدام. هيقعد اربع انا بشكك في الخطيب. جايب الصوره من كينيا. الخطيب جايب الوقت يعني هيفضل زعلان. اللي زعلان يروح يتصور في الشجره بتاعت الجزيره التاريخيه بتاعت شادي وعبد الحليم. ويكتب ايوه طبعا ده كاتب فيها شعر كده مقال في الشجره ان احنا هنا حيث تتجمع قوى النادي الاهلي. الله اكبر. طب ما تخش شوفها يمكن انا بكذب يا منتصر. طيب مباشره مباشره مياس كولر.